فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول السلف وأصول الخلف، بون شاسع وفرق واسع بين الأصول الأصلين. أصول السلف تنبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة كما سيأتي، وفهم الخلف ما ينبني إلا على الخرص والتخمين والمناطق والكلام على الفلسفة وعلوم لا تساوي شيئا وليست بعلوم بحال من الأحوال. يعني حصيلة المسألة أن الخلف لا علم له، وهم يدعون زورا وبهتانا أن الخلف أعلم وإيش وأحكم في هذا الباب. أعلم بيش العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاءة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم هو الحق، والحق هو العلم، والحق لا يكون إلا بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، هذا هو العلم. أنت يعني ليه ما جايزش كل حاجة شيء؟ فين المسجل؟ موجود في الشنطة. أنا جايز أقول لك يا أستاذ ماجد أن أنهيت المسألة. تفضل رضي الله عنك. فأقول لإخوتي الكرام، أين العلم أصلا عندهم؟ العلم حدثنا أخبارنا وإلا فهلاوس والشيطان. العلم حدثنا أخبارنا وإلا فخل وبقر. لا علم إلا بالكتاب والسنة. ولذلك حتى أنت ترى المتنطعين ليل نهار يقولون نريد فلان وفلان. ماذا تريدون؟ نريد المناظرة. ما علمك أنت لتناظر؟ وش اللي عندك في العلم؟ قال أرسطو، قال أفلاطون، ما علم؟ وش علمك أنت؟ يبقى إذا نجعل قاعدة بينك وبينهم إيه؟ الكتاب والسنة. وانظر بقى إلى أنتم أعيتكم النصوص لا تفهمون فيها شيئا، وجعلتم للنصوص قوالب فهم لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع كما سيأتي. فلذلك الإنسان لا ينجو إلا بأصول السلف. وقلنا في التأصيل في الأسبوع الماضي، السلف يستدلون ثم يعتقدون. اعتقادهم نابع تابع اعتقادهم تابع للكتاب والسنة، هذا هو الاعتقاد السديد. فالحاصل أنهم عندهم العلم يستدلون ثم يعتقدون، والعلم الدليل. أين دليلكم أنتم؟ أين الأدلة عندكم؟ قالوا نحن نتكلم بالكتاب والسنة، لكن الخلاف بيننا وبينكم الإيش؟ الفهم. ممتاز. أول شيء نتفق عليه أن يكون عندكم كتاب وسنة. لو كان، مع أننا نشك في ذلك لأنكم يعني فضاء، خواء، امتلاء على خواء في الكتاب والسنة. لو عندكم الكتاب والسنة ممتاز، يبقى إذن صار الخلاف بيننا وبينكم هو الفهم، صح؟ ضابط الفهم. ولابد أن نؤسس لكم أساسات ونؤصل لكم أصولا في هذا الباب. نحن نقول الآيات المحكمات والأحاديث المحكمات التي لا لبس فيها ولا اشتباهات لا تحتاج إلى أحد أن يتدخل ويقول الفهم فيها وهي تؤول وتفهم بكذا، لا تحتاج في هذا الباب. والآيات المحتملة أو الأحاديث المحتملة أرجع فيها إلى أهل العلم، لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فأولئك الذين سمى فاحذريهم، هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف. الوقف هنا دون الوصل. لا يعلم تأويله أي ما يقول إليه أمره، حقيقة الأمر، النار وقعر النار، ما في عرصات يوم القيامة محدث فيها، حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله جل وعلا.
أنت أنا أقول لك هناك موز في الدنيا وموز في الجنة، هناك فاكهة في الجنة وفاكهة بنفس المسمى بنفس الاسم آسف في الدنيا، والبون شاسع والفرق واسع. هل موز الآخرة كموز موز الآخرة يعني نهايته إلى إيش؟ نهايته إلى رشح مسك. موز الدنيا تعرفون كيف قضاء الحاجة منه. هذا الفارق الظاهر في هذا الباب. فحقيقة الأمر ما يقول إليه الأمر، ما يكون عليه الكيفية لا يعلمها إلا الله. هنا الوقف واجب، الوقف واجب لا يعلمها إلا الله على حقيقة الأمر، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق لما ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه أنهم لكاذبوا. إذا المسألة هنا الوقف واجب لازم على ما تكون فيه حقيقة الأمر ما يقول إليه الشيء. أما إذا كان المعنى أو العلم بالمعنى هذا الوصل واجب. قال ابن عباس في قراءته لقول الله تعالى: والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يبقى المحكمات ما نحتاج لأحد يتكلم فيها، صحيح؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صل. فابن عباس قال: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قف هنا. يبقى نقول له: إذا اختلفت أنا وأنت يبقى لابد الرجوع لإيش؟ لابد الرجوع لإيش؟ مش العالم، للراسخ. للراسخ. وتعالى أنا وأنت ننظر من الراسخون، هل المتقدمون أو المتأخرون؟ لذلك المتأخرون لا يعتمد عليهم في شيء، ولذلك المقلد هؤلاء أسوأ خلق الله سيرا في العلم، أسوأ خلق الله سيرا في العلم هؤلاء المقلد. وطبعا ببغوات، هو أصلا بيقلد من يقلد من يقلد الإمام. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الظلمات اللي بعضها فوق بعض ده؟ فالحاصل نقول له الآن نعم، والسبيل الراسخ سنبينه إن شاء الله. فنقول إذن وجب علينا فيما اختلف فيه أن نرجع للراسخ، وهذا نقاش بيننا وبين أصول الخلف. فنقول لهم تعال الآن نتفق على التأصيل، هناك محكمات ولا ما هناك محكمات؟ لا، هناك منهم من يقول ما في محكمات، ده عندهم أن القرآن كله متشابه، لا يفهمون شيئا. أي نعم، هم لا ينزلون الآيات منزلتها الصحيحة، لأن الله قال كتاب أحكمت آياته، أو إضافة، والإضافة تعم يعني كل الكتاب محكم. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، يبقى كل كتاب متشابه، مفهوم؟ وقال وأيضا في الآيات جاءت منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر، يبقى في محكم وفي متشابه. طب كيف نوجه ذلك؟ توجيه ذلك سهل ويسير، كله محكم ظاهر المعنى تبيانا لكل شيء، كله محكم ظاهر المعنى، كله محكم لا خلل فيه ولا اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا لا مفهوم له، لا اختلاف لا قليل ولا كثير. طب تأويل الآية إيش؟ تأويل الآية إيش؟ هيموتوني الإخوة الله عزيز رحمه، ده هنتكلم في أمور مهمة جدا، والإخوة أصلا طلبة العلم اللي بيتركوا هذا الباب خسارة، يعني خسارة. إخوة متصدرة للناس بكلمات طيبة رقراقة، ما تعرفش أصول السلف والخلف، هتقع في البدعة. هيدخل عليها بعض الكلمات التي تدخل في قلبها، سيدخل. غلبنا أن نقول العلم له ناس، فالله المستعان. يلا تفضلوا. الله أكبر. الحمد لله. أبا سفيان الأباء الثور، الحمد لله والشكر لله، عجل الله لك بالشفاء، الحمد لله على سلامتك حبيبة حبيب رضي الله عنك. ممتاز. الآية خرج مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، لا في اختلاف لا قليلا ولا كثيرا أصلا. فالآية خرجت مخرج الغالب. وهنا أيضا قالوا فيها
يسران قالت سيفك أشفها. نعم هذا صحيح. فإذا عندنا هنا المحكمات يبقى في الكتاب محكمات صحيح وفي الكتاب متشابهات. نعم يعني هذا تكلف وفهلاوة وردانية. نعم أقول إخوتي الكرام إذا المحكمات والمحكمات لا تحتاج إلى فهم قالوا بأن من المتشابهات آيات الصفات متشابه. وأنا أقول آيات الصفات محكمة. من قال متشابه؟ يأتون بأثارة من علم عن أحد من السلف قال بأنها متشابهة. إذا نحن سنقول هذه المسألة بأننا عندنا محكمات ومتشابهات والمتشابهات كيف نعرف ذلك؟ نرجع إلى الراسخ في العلم لقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله. ما أحد يسألني عن شيء ولا عن أحد. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون إيش تأويله. يبقى إذا رجوع إلى الراسخين في العلم نحن الأصل لكم أصلا. إذن لو جاءتنا الآيات فيها احتمالات فلا بد من دقة الفهم. ودقة الفهم وين؟ من الذي نرجع لفهمه؟ أنتم البوطي الكوثري ها الغماري تريدون من نرجع لمن ها؟ أنا أرجع للبوطي أو الغماري أو الكوثري ها؟ ولا نرجع لابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعثمان وعلي ونرجع إلى أبي بكر ها؟ نرجع لمن؟ نرجع لمن؟ فحقيقة الأمر هو التأسيس بيننا وبينهم في هذا الباب. إذا اختلفت الأفهام وضلت وزلت الأقدام عندنا فصل النزاع في الرجوع إلى الفهم. صح الفهم الفهم فيما يأتيك. ولذلك العلم فهم أصلا. العلم هو الفهم فهم العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ وش قال بأبي وأمي؟ قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال الإمام الراسخ العالم ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وإيش قال؟ اللهم فقهه في الدين وفقهه فهمه. لذلك عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما أتيك. يبقى عندنا أهم شيء الفهم الفهم للإسقاط. وده كنا بنعلم فيه الشباب الصغار اللي طالعين للنهار يتكلموا على العلماء وهم لا علم ولا فهم لا علم ولا فهم. وهذه أم المصائب طلب العلم عند الأصابع. يبقى إذا أنا عندي نقاط ثلاثة سأتكلم فيها. النقطة الأولى هو الرجوع إلى الراسخين. النقطة الثانية ضوابط الفهم. أعمل لنا بقى الأمر هذه النقاط اللي أتكلم فيها في أصول السلف. الفهم عن السلف تقديم فهم السلف. يبقى النقطة الأولى هو أننا وجوبا واجب علينا من الرجوع إلى الراسخين في العلم. لأن الأصاغر يضيعون الدنيا بأسرها الدنيا والدين طبعا. فمن الراسخ؟ العلماء الراسخون هم أوائل هذه الأمة الصحابة ومن جاء بعدهم بإحسان يوم الدين. إما أن نتكلم عن حقبة زمنية فهي أصحاب القرون الثلاثة الأولى. وهذا سنبينه. ومن المتأخرين وإن كانوا قلة فإننا نقول بأن المتأخرين من ساروا على سير المتقدمين هم متقدمون أيضا. يعني كابن تيمية ابن القيم الذهبي هؤلاء متأخرون متقدمون متأخرون زمنا متقدمون علما وفهما ودقة ورسوخا. لذلك أسس ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قوله تعالى والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فما كان على شكلة ابن عباس هو من الراسخين في العلم. إما أن نقول الحقبة الزمنية بعد القرون الخيرية الأولى الثلاث هؤلاء الراسخون في العلم بالكتاب والسنة وإجماع السنة أن الرسوخ في العلم على هؤلاء. لأنه قلنا حتى من طريقة العقل العالم القوي يخرج طالب العلم إيش
قويا، والعالم الضعيف يخرج ضعيف. من الذي خرج هؤلاء؟ من الذي خرجهم؟ تخرجوا على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قوة الآن، وهم الأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليهم عندما قالوا إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. قال فسار اختلافا كثيرا، كأنهم اشأبت عنقهم، وكيف الخلاص؟ قال عليكم بالبوطي، عليكم بالكوثري، عليكم بالغماري، عليكم بـ 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 بالجويني، عليكم بالرازي، صح؟ قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكم بسنتي فقط وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا يعني اللي يأتي بعدهم، عضوا عليه يحكي لنا من يأتي بعدهم، عضوا عليه بالنواجز تأسيا بهم، عضوا أمر لهم، عضوا بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز. يبقى إذن هنا بين أن الراسخين هؤلاء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. خذ أكثر من ذلك، جاءت المرأة قالت له يا رسول الله فإن لم أجدك إلى من أرجع؟ قال رجع إلى أبي بكر. قالت إن لم أجده قال رجع إلى عمر. وكان يقول جئت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، أنا أعتقد ذلك أنا أبو بكر وعمر. فالحاصل أن هؤلاء هم الراسخون في العلم. مش كتبت الرسوخ أول شيء، الرسوخ في العلم، ثاني الأعمق في الفهم. وأنا سأبين لكم الأمثلة الكبيرة التي جاءت عن علمائنا السابقين المتقدمين، وطبعا أنتم أعلم مني بكلام المتأخرين، هؤلاء القوم الذين لا علم لهم ولا إتقان، والخلف أجهل وإيش وأفسد، الخلف أجهل وأفسد حتى في الفقه، كما قال الشاطبي الخلف أفسد الفقه، حتى في الفروع قال الخلف أفسد الفقه. قال إذن الراسخون في العلم هم من أتقن العلم وأخذوه تلقينا مشافهة عن أرسخ الناس علما، فهم الصحابة، لأنهم تربوا على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص من الكتاب والسنة على أنهم الأعدل والأتقى والأعلم والأنقى والأقوى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. شوف 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 الشاهد، وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أتى بهم رحمة، وأتى بسماتهم وصفاتهم العلمية والعملية، العلمية والعملية، نعم. فهم الراسخون، فإذا ضلت الأفهام وإذا اختلطت الأمور والتبست الأحوال، علينا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الفهم، لما بعث عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك، وقال قس النظير بالنظير الإمام الكتاب والسنة. فهم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتقن الناس بالأصول وباللغة العربية. إذا قلت لي الأصول ومش الشافعي أول من أصل الأصول، أقول لكم كانوا يعملون بها دون 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 التصنيف. أما قال عمر بن الخطاب واستخدم مفهوم المخالفة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال نحن أمنا فلما القصر؟ ده اسمه تحكيم إيه؟ تحكيم مفهوم المخالفة، صح؟ إزاي؟ قال إن خفتم، يعني إن أمنتم فاستتموا. فقال صادق تصدق الله به عليكم. أو وأيضا قال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله إيش صادقا، لأن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يأخذ بالظواهر، يأخذ بالظواهر النصوص، وهذا الأصل في التأصيل العام. فلو أردت بحر الأصول أتيناك ببحر الأصول عن الشوافع. الرجل بيقول لك هو ما بتكلمش في الأصول، مسألة المنطق ومسألة، هو المنطق ده أصول؟ والمنطق والفلسفة وعلم الكلام من الأصول؟
أنتم خربتم الأصول ولا تفقهون شيئا في الأصول. الأصول الحق والأصول المتقن هو الذي يترجم الأصول عمليا. إنما أنتم كل الكتب كل كتب المتأخرين كلها بتصور من بعض في مثل واحد، مش عارفين يأتوا بمثال، مش عارفين يأتوا بمثال ويخرجوا عن مثال المنقول من كل واحد. فالحاصل علوم الخلف كلها مضروبة كما يقولون، علوم الخلف هو ظل الرأس في نهايته، هو نهايته ظل الرأس فالعلوم في المتقدمين. بدأ الرسوخ في العلم عند هؤلاء لأنهم ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لشمس الرسالة وأفهم، لأن اللغة العربية سليقة وأتقن للقواعد والقوالب للفهم. وإن أخطأ بعضهم كل يؤخذ من قوله وإيش ويرد. وهم أتقى وأنقى الناس، وهم أتقى وأنقى الناس. وقد قال رب الناس في كتابه لهداية الناس قال يا أيها الذين آمنوا إن أو شرطية الآن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن أتقى الناس الصحابة، هم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأصدق الناس لسانا، وهم أيضا أعلم الناس أو أتقى الناس رسوخا، وهم أيضا أزهد الناس في الدنيا وأنصر الناس للدين. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاستفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلوب أصحاب محمد فاستفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقاتلون عن دينه على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. ويقصد بالمسلمون هنا من؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال قتادة في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال قتادة في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم هم صحابة رسول الله، الذين أوتوا العلم حقا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يقال فيكم من صاحب رسول الله صحابة رسول الله نعم فيفتح لهم، فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم آمنة السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي آمنة لأمتي، أصحابي آمنة هي كل في كلها، أصحابي آمنة لأمتي. جعل الصحابة آمنة، هي صمام الأمان لهذه الأمة الصحابة، يبقى صمام الأمان لهذه الأمة الصحابة إيش؟ قولا وفعلا واعتقادا وتعبدا وعملا وجهادا، الصحابة أمان لهذه الأمة. إذن كل من صار على سيرهم كان أمانا، وكل من خالف سيرهم فهو إيش؟ ها؟ لا يكون أمانا بل يكون إيش؟ خطرا. وهذا الصحيح، المتخلفون الذين يقولون نحن الخلف الأحكم، المتخلفون أخطر على الأمة الإسلامية. قال قتادة في قوله تعالى وارى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم الله في الكتاب كثيرا. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية عدول، وسط عدول في إيش؟ وسط عدول في الفهم، وسط عدول في الاعتقاد، لا غلو ولا جفو. ونحن بين طائفتين مبتدعتين ضالتين، إما الجهمية المرجئة والمعطلة وأزنابهم كالمعتزلة والأشاعرة، وإما الخوارج والدواعش أصحاب الفكر الفكر الضال، والروافض الكفر. الروافض كفر أصلا، والروافض الكفر. وحقا الجهمية كفرهم كثير من المتقدمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا عدول لكم الرسوخ في العلم، علما واعتقادا وعملا وتعبدا، فهم الوسط الخيار.
وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول الناس دخولا في هذه الآية من؟ الصحابة الكرام. نعم. ودلالة الإجماع على أن المختلف فيه يرد فيه إلى الصحابة. أنا أيضا بنأتي على التطبيق العملي، التطبيق العملي لتعلم من الخلف ومن السلف، عشان ما يأتي مشوش يشوش عليك ويقول لك ونحن الكسر الكاسرة ونحن نريد المناظرة، أنا ابن جالة وطلع الثنايا. يا أخي تعال وريني أنت في إيش عندك من علم الكتاب والسنة، أنت فاضي أصلا علميا، أنت فاضي ما عندك شيء من الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، والخلاف في القرن الرابع. لذلك قلنا الفهم الدقيق القرون الثلاثة الأولية، العلم الراسخ في القرون الثلاثة الأولية، كل ذلك تأخذه من هؤلاء. لذلك نحن نقول من حاد عن هذا الطريق فهو مبتدع ضال، من حاد على هذا الطريق فهو مبتدع ضال. لذلك قلنا لكم لو اتفقتم على أن العلم قال الله قال الرسول واختلفتم على الفهم، طيب عندنا أرض صلبة للفهم، من الذي يقدم فهمه؟ الراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ ها الصحابة الكرام. انتهى الأمر، انتهى الأمر. ستأتيني بمن؟ بالكوثري؟ ها ولا تأتيني بالغماري؟ ولا تأتيني بمن؟ بمن ستأتي؟ نحن لا نقلل من هؤلاء استغفر الله، لكن من هؤلاء في جانب هؤلاء؟ هؤلاء إن اتبعوا هؤلاء أخذنا بقولهم وعظمنا قولهم، إذا خالفوهم طرحنا قولهم، ونحن لا ننتقص من أحد، ولهم الاحترام والتوقير على ما أوتوا من العلم إن كان عندهم علم، فيبقى لهم الاحترام والتوقير على ذلك. لكننا لا يمكن أن نقوي جانبهم على الصحابة الكرام. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفاصل الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على من أنا عليه اليوم وأصحاب، من كان على من أنا عليه اليوم وأصحابي. طبعا يعني الحانقون الحاسدون المتكبرون المتغطرسون ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا لهذا الحديث، فأتوا يمينا وشمالا بمن يقول بالضعف أو هذه الجزئية ضعيفة والحديث كالشمس الصحيح، والحديث كالشمس صحيح. ودلالة الإجماع أجمعت الأم أجمع المحققون من أهل العلم من المتأخرين أن الراسخين في العلم هم المتقدمون قرون الخيرية الأولى، وأن الفهم الذي يقدم على كل فهم هو فهم الصحابة الكرام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أن خير القرون أو خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها، في كل فضيلة وغيرها من كل فضيلة، هم القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على غرار حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما أقوال السلف في هذا الباب فكثيرة، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عليكم من اتسف الاتساب من مات، عليكم بأصحاب محمد فإنهم أحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأقل الناس تكلفا، أزهد في الدنيا. وقال حذيفة الذي قال كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال خذوا طريق من كان قبلكم والله لئن استقمتم، يعني استقمتم على طريق من خلفكم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتم يعني هذا الطريق يعني ولئن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يبقى أي أحد سيحيد عن هذه القرون الخيرية الثلاثة ضل ضلال. يبقى عندنا معيار هذا الترمومتر، أي أحد يأتينا يقول واليهدو هي معنى النعمة والقدرة، تعال قف، من قال من القرون الثلاثة الأولى بيقود؟ إن أتى بأثارة من علم ننظر فيها، وإن لم يأتي نقول له إيش؟ فقد ضللتم ضلالا بعيدا، أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه خذوا طريق من كان قبلكم والله لأن استقمتم على هذا الطريق يعني
فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الإمام الشافعي، شوف الشافعي يرد على نفسه في السنة الحسنة البدعة الحسنة ولا سيئة، قال الشافعي هم، يقصد من؟ الصحابة ومن جاء بعدهم، هم فوقنا في كل علم وعقل. مش يقول الخلف أحكم، الذي قال ذلك مهووس موسوس عنده هلوسة في رأسه، الذي يقول الخلف أحكم وأعلم عنده هلوسة في رأسه، يأخذ بودرة الصراصير. تعرفون البودرة، البودرة هذه البودرة لا يشتمها ويضعها، بيصبها صبا، ففي الرأس فيه بقايا التأثر بالصراصير. لذلك قال بأن الخلف أعلم من أبي بكر وأعلم من عثمان وعلي وعمر، وأحكم أحكم من ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. هذا الكلام لا يقوله إلا زواحف الأرض، ما يقوله العقلاء ولا النبلاء بحال من الأحوال. فقال الشافعي هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، انتهى، فوقية في كل شيء، في كل شيء هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، نعم، منهم، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. إذا نلزمك يا شافعي ونقول ورأي ابن مسعود ألزم لك من رأيك بأن كل بدعة إيش؟ ضلال. ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقال الإمام أحمد أصول أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. بالله الإخوة يعني لا تحرص على مثل هذا الدرس، إخوة عندهم سفاهة عقل، عدم فهم يعني، أو تشبع، أو هم متقنون الباب، ونحن عشان تبرأ ساحتنا في كل درس هم موجودين فيه هنسألهم، تعالوا ونسألهم وننظر ما عندهم من هذا العلم، أحكموا ولا لا؟ يبقى نبين بس فقط السفه اللي هم فيه، ايش اللي بيحدث؟ الاخوه مساكين، الذي لا يعرف قدر العلم لا يناله. نعم نعم، روح شوف في المدرسه، جبت المسطره ولا ما جبتهاش؟ ما جبتش البرجل؟ طب اقعد بقى، اقعد. جبت الجومه؟ جبت ايه؟ الليمون. طب اقعد بقى بالليمون بتاعك، اقعد بقى كده، ايه، اقعد عده، اقعد عده، عشان النساء العجائز كانوا يقولون العدد في الليمون، اقعد عده، اجلس عده واسكت، ممكن؟ وانا سافعل ذلك قبل اي درس، هوقف كل الغياب واساله وانظر ما عندهم من العلم. فاذا نقول اخوتي الكرام الصحابة الكرام، لذلك قال ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال الشافعي رأيهم لنا خير من رأينا. وقال أحمد أصول أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. ماذا تفهمون من كلام أحمد؟ من اللي جالس هنا؟ سيب الشيخ أحمد عشان بر بأمي، وده برضو أيضا له عتاب، لكن بعدين، لأن البر بالأم لا يمنع وصول العلم، فالبر بالأم أصله وصول العلم، لكن خلاص ما نسألوش. ها نمر بقى أستاذ ماجد، شو بقى الفهم الجميل هذا؟ قال أصول أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. تفضل. عايزين ولا حاجه يا حبيبي؟ نعم تفضل. ممتاز. ادي انت منين بقى، من كفر الشيخ ولا منين؟ من سوريا. من مين؟ من المنصوره. من المنصوره. وكله ايضا يا دي النور يا دي النور، كله بياخد ذلك، يا دي النور يا دي النور، صح ولا لا؟ كله بياخد ذلك. والفهلوه شغاله معاكم ايه يعني؟ اقوى مما يكون يا عم الصادق. ممتاز ممتاز. قال وترك البدع، لما قال
بما كان عليه أصحاب الرسول والاقتداء بهم، قال ترك ذلك، قال وترك البدع يعني ترك ما خالف هؤلاء، يعني كل ما خالف هؤلاء فهو إيه؟ مبتدع. كل ما خالف هؤلاء فهو مبتدع. فقال وترك البدع، لأن خلاف مخالفة هؤلاء بدع، بدعة. نعم، وسنبين ما هو على خلاف الأصول بالعلماء، هل قول الصحب حجة أم لا؟ والجمهور على القول الصحب حجة، حتى القول القديم للشافعي قول الصحب حجة. وهنا البشمهندس محمد عاطف أتى أيضا بذهبه، قال إنه يرسل المرجعية رسوخ الكليات والتي يرد إليها كل قول. نعم، رضي الله عنك يا بشمهندس، هذا نحن نريد الملح منك بهذا، نريد الألماس اللي بيخرج من فمك، رضي الله عنك يا بشمهندس محمد عاطف. قال ابن تيمية وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف والإعراض عن فهم الكتاب والسنة كما فهمه الصحابة، كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما عليه بما يناقضه. قال أصول وقوع أهل البدع الضلال بأنهم حرفوا، وحرفوا الكتاب والسنة أنهم حادوا عن طريق الفهم الذي كان عليه الصحابة الكرام. يبقى قالب الفهم اللي بيننا سأقول له تعالى تعالى، اليد، العين، المجيء، الحب، البغض، التردد، الهروالة، كل ذلك فهمك أم فهم الصحابة؟ ما رأيكم؟ فهم البوطي ولا فهم الصحابة؟ البوطي عشان يخرج من المسألة أتى بهتانا وزورا وكذبا ومينا، قال أصحاب النبي لا يعقلون هذا، لذلك النبي لم يفسر لهم ذلك، يعني أصحابه ما يفهموش. الله زكاه من فوق سبع سماوات وجاءنا هذا البوطي يقول أصحابه ما يفهموش، لذلك النبي عم عليهم ما فهمهمش هذه التأويل الصحيح في هذه الآية. أرأيتم ماذا فعلوا؟ والكوثري المغفل عليه من الله ما يستحق، سب أبا هريرة عشان مخالفة أبي حنيفة، سب مسبة شديدة وتكلم على الصحابة من أجل ذلك، وتقول للتقليد يا أعمى يا مجنون. ها هذه نتائج التقليد هو الآن والتعصب المذهبي، هذه نتائجه الآن. فإذا مثلا يقول أصل الضلال وأصل البدع هي مخالفة فهم الصحابة، هي مخالفة فهم الصحابة. ولذلك قال الإمام الشاطبي سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أجمع سلف الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول وربي أنا بموت، لكننا نستشفي بالرد على أهل البدع وتقليم أظافرهم وكسر عروشهم وتقويد ما هم فيه من بجاحة، يتبجح ضعيفهم ويقول تعالوا. لا تعالوا يا ابن الحلال، لاجي فين؟ انت قاعد في الترعة بفكر نفسك غاص، يعني كل شوية بيلبس بتاعه ونزل في الترعة وهي نازلة الوسط أصلا، يقول شوف الغوص، أرأيتم الغوص وأنتم لا تفقهون شيئا، ما عندكم شيء من العلم. لأننا قلنا أصل العلم قال الله قال قال رسوله، قال الله قال رسوله. ولذلك قال الشاطبي قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. ولأن النبي جعل الصحابة الكرام أمنة لهذه الأمة، أمنة لهذه الأمة. ولذلك عندما يتكلم أبو بكر وش اللي يحدث؟ الجميع يقر. أولا اختلفوا في دفن النبي، قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من مات من الأنبياء يدفن في محله، هل راجعوه؟ هل خالفوه؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته فاطمة تقول له ارثي
أرأيت لو مت وجاء أولادك يطلبون الإرث يأخذونه أم لا؟ يأخذونه، الحجة معه يأخذونه. قال أما الأنبياء فلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأجمع الصحابة على فقه أبي بكر. ولما اختلف عمر مع أبي بكر رضي الله عنه رضاه قال ما وجدت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر. فعلمت أنه الحق. طب سيقول لي الآن، طيب يا أستاذ قد أخذنا بتأصيلك وتقعيدك، لو جاء الخلاف بين الصحابة؟ أقول هناك أمران مهمان. ما هما يا ماجد يا حبيبي؟ يا رب أنا أؤسس للإسطوانات والقلل والساعة وهذه الخشب، وأؤسس للإخوة الأفاضل. نعم. ممتاز. ألا نخرج عن هذين القولين؟ يا سلام يا سلام يا أصوليون، يا سلام يا سلام يا سلام، سلم يا سلام، سلم يا سلام، مش بيقولوا كده؟ يا سلام سلم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الخير اللي أنا أخوي. تفضل عمي، تفضل تفضل تفضل. ممتاز. نعم ممتاز. خلاص، أول شيء لنا وجهان في المسألة كما قال الأخ الكريم. لا اختلاف بين الصحابة في الاعتقاد، لا اختلاف بين الصحابة في الاعتقاد، الاعتقاد ليس فيه اختلاف، خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. والاختلاف الذي وقع بين الصحابة إما له أمور ثلاثة، إما أنه لم يثبت وكثير منه هكذا، قالوا قد قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق شدة هولي يوم القيامة وعرصته، هذا لم يثبت عن ابن عباس. وكثير خذ بقى انسج على هذا المنوال، كل ما أتوا به من كلام عن صحابة رسول الله أكثر ضعيف، لم يصح. هذا الأول. الثاني، وإن صح فالاختلاف في إيش؟ في التطبيق لا في التأصيل. الاختلاف في التطبيق لا في التأصيل. وعند الاختلاف في التطويل في التطبيق لنا التأصيل العام الكل اللي هم أصلوا لينا. وش هو يا شطار؟ كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب القول. قال كل رد ومردود عليه. فنقول تعالى في التطبيق، أنت قلت بأن النبي رأى ربه ورآها مرتين، نقول لك تعالى قد قال الله تعالى تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الإحكام بقى هنا، لأن الآية يرد عليها ما يرد فيه أن الدليل عام من الدعوة. قال النبي إنكم، وهو نازل في الخطاب، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأنت منهم؟ وأنا منهم. فكل راد ومردود عليه. فلو جاء الخطأ في باب الاعتقاد على ما تقولون نقول له وجهان. الأول أنه لم يثبت، ثبت العرش ثم انقش. الأمر الثاني توجيه أن الاختلاف الذي ورد عنهم هو اختلاف في إيش؟ في التطبيق لا في التأصيل. ولذلك قلنا التطبيق في هذا الباب كل راد وكل مردود مردود عليه، وسنبين في هذا الباب. طيب وبعدين يا شطار؟ نقول وكل راد ومردود عليه نبحث عن الحق والتنازع يرد فيه إلى الله وإلى، وبعدما نعلم الحق ماذا نعمل مع المخطئ؟ نبدعه نفسخه. قطع الله لسان من يتجرأ على صحابة رسول الله، لكن ماذا نفعل؟ نخطئه. وده للمغبون المفتون المأفون المغرور الذي لا يفقه الذي لا علم عنده، ومن وراءه أيضا تبعه الشلة، شلة تطبيق المثل الشعبي الكبير، ما تخافش لكن خاف. ده إن شاء الله بقى هنفسره بعدين، ده له حكايات أخرى ستقال، ما تخافش لكن خاف. فسترون هذا إن شاء الله، فيها نفي وإثبات، النفي في حالة والإثبات في حالة. فنحن نقول في هذا الباب بأنه الرد سنقول نخطئه. أخطأ ابن عباس أنه زعم بأن النبي رأى ربه، والنبي لم يرى
ألم يرى ربه بعينه بعينه البصرة. نعم. والله يا باشمهندس حتى في قولي لن تراني ده فيها دلالة على الرؤية، لأنه علق الرؤية بإيش؟ كما قال محمد عاطف الباشمهندس قال ذلك، لأنه علق الرؤية بالممكن ما علقهاش بالمستحيل، يعني ممكن تراني بس بشرط، لكن كل الخلق لا يستطيعون. ولذلك تجلى، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكة. إذن عائشة خطأت ابن عباس، بل غلظت في التخطئة. وش قالت؟ لقد قف شعري مما قلت. وفي رواية أخرى أصعب من ذلك قالت قالت أين أنت من ثلاث، من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب. شوف شدة في التخطئة لكن لا تبديع. هكذا كان أهل السنة هنا في هذا الباب، يخطئون ولا يبدعون ولا يكفرون، لأن هناك إيش؟ هناك عوارض، هناك عوارض. ده فرق بينها وبين أهل البدع. يبقى لما تلاقي واحد بيبدع اعلم إنه هو إيه؟ قل له يا خارجي، تعالى لي يا خارجي. ولذلك احنا سميناهم إيه؟ خوارجئة. طبعا مرجئة في جانب عظيم الإرجاء فيه، وخوارج في جانب، فهم جمعوا بين السفلتين، جمعوا بين البدعتين، خوارجئة. إلا المنصف منهم أو العالم فهذا نسمع له ونطيع، إذا أتى بعلم قلنا له إيش؟ فوق الرأس تحمل، ونسمع لك ونطيع إن كان عندك علم. فإن كنت بليد العلم ما عندك علم زي الأخ هذا، نقول لك بنصيحة اجلس تعلم، مفيش مشاكل، اجلس تعلم. الناس يعني جثوا على الركب سنين، ناموا في الشوارع مفيش طعام ولا شراب ولا ثياب، كان واحد بيمشي بقميص مقطع وطاقية ملفوفة، والناس شافوه كده يعني حتى عمال النظافة يقدرون له قدرا دون طالب العلم هذا، وكان يفترش الأرض ويلتح في السماء. فأنت اجلس اتعب على نفسك في طلب العلم يكون أفضل لك. نعم. فنقول إذن في التخطئة هنا يخطئون لا يبدعون. فلم تبدعهم عائشة رضي الله عنها، لم تبدعهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهل علي لما استدركت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فكانوا يخطئون في هذا الباب. وحقيقة الأمر كما قلنا بأنه نعم لا يخرج عن عقيدة هؤلاء إلا مبتدع ضال، لا يخرج عن هذه عن عقيدة هؤلاء مبتدع ضال، ويلملم شمل هذا الكل. يقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا. نعم. ولما السلف يخطئون ولا يبدعون أهل السنة، يعني يقولون قال ابن تيمية ما ثبت قبح من البدع وغير البدع من المنع عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه. عندنا إيه؟ التأويل عذر، الجهل عذر، الإكراه عذر. ولذلك قلنا الحكم لا يجتمع إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. وهنا نقول كلمة أخيرة إلى أنه وإن أخطأ علماؤنا ووقع منهم الزلل، ونعرف الطريقة السوية وأنهم يأخذون بالسنة النبوية ويعتقدون اعتقاد سيد البشرية في رب البرية، نقول أخطأت ونفند خطأك ونبينه، ولكننا نرى لك تأويلا أو جهلا. طب عدم قدرة على فهمها جهلا يكون عذرا من إسقاط الحكم عليك. ونختم بأن السلف أحكم وأعلم وأتقن وأتقى وأعمق علما وأبر قلوبا وأصدق لسانا وأحسن خلقا وإيش وأزهد في الدنيا. نعم. فننصح من يتجرع عن السلف من هؤلاء الخلف أو من هؤلاء الخوارجئة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم
تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. قال ابن عساكر إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص نعم والسلب ابتلاه الله عز وجل قبل الموت بموت القلب. ما في لا إله إلا الله لا يسمع، يلقن فلا يسمع. ختاما المسألة المهمة في هذا الباب التطبيق العملي، لننظر في أصول الخلف وكلام الخلف وكلام الإيش الخلف ماذا يقولون عن نزول الله، نزل أمره أو نزلت رحمته. في الإتيان نفس الأمر، المحبة هي الإرادة، الغضب إرادة الانتقام، صحيح تجري بأعيننا بكلائنا وعنايتنا، يد الله فوق أيديهم القدرة والنعمة، صح. هذا الخلف نقول لهم تعالوا تعالوا إلى سيعقد محاكمة عليكم صحابي جليل، من هو؟ من؟ حذيفة بن اليمان. لأنه سيقول قد ابتعدتم قد أخذتم يمينا وشمالا فقد ابتدعتم بدعة عظيمة، قال فقد ضللتم ضلالا بعيد، فقد ابتدعتم بدعة شنيعة وضللتم ضلالا بعيدا. العورة هنا يعني زلة من الزلات، العورة هنا بمعنى زلة من الزلات. التطبيق العملي سنبدأها بصفة العلو اللي هي الصفة التي يعني ينفونها نفيا تاما، صح؟ نبدأها تعليما لهم بهذه الصفة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ أيضا في الممارسة العملية وكيفية التعبد من الصحابة بهذه الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الإمام النووي علم، ما هو من أئمة أهل السنة والجماعة. استغفر الله، هل في أحد قال بأن النووي لا يساوي واحدة من المعاصرين؟ في أحد قال ذلك؟ محمد عاطف يقول واحد أتى بأناس أغلب النتاج عندهم في الدعوة مش في العلم مش في التأصيل العلمي، وقال إن النووي ده مش محدث، ده مشتغل بالحديث، أنا أخالفه. لو كان الأخ الذي قال بذلك أخ ثقة يمشي على الطريقة السوية. طب خلاص أنا بحبش الأسماء شيخ، أنا أعرف إن الأخ دوت بيناضل عن السنة، أنا أعرف ذلك يعني، وقال ما قالش كده، لو قال كده نخطئه وخذه هذا اسمع نخطئه ونقول له نحبك في الله أنك تتمسك بالسنة وتحارب لها، لكنك مخطئ تراجع، بعث له بذلك. ولأنني لما أعلم أن واحد مثل هذا يعيش للسنة وحافظ على السنة يكون نبيلا، عندما يخطأ ويكون التخطئة صحيحة والعلم موجود هيرجع للعلم. حقيقة الأمر أن القول بأن الإمام النووي ليس من أهل السنة هذا كلام، ولا يساوي أحد من المعاصرين هذا كلام باطل. النووي بكل المعاصرين، النووي بكل المعاصرين، النووي مات على الأربعين، وانظروا كيف القبول في مشاكل الأرض ومغاربة. وعند النووي لوثة أشعرية ننتقدها ونبينها ونخطئ فيها وتغمر في بحر حسناته. بل الأوكد من ذلك مما أسعدني، نقل لي عن فضيلة الشيخ سيدنا، وهو من شيوخنا، لا أقول هو من شيوخنا، فضيلة الشيخ مشهور، أنه أتى بمخطوط يثبت أن النووي رجع عن عقيدة الأشاعرة. كبروا كيفما شئتم، نعم أن النووي رجع عن ذلك، انشر ذلك. نعم، وأنا ممكن أتأكد بالتلفون مع الشيخ، لأنه نقل لي أنه أتى بمخطوط يثبت أن النووي رجع عن الأشعرية التي كان فيها بفضل من ربنا ونعم. ولو كانت قلنا تغمر في بحر حسناتي، ولا يقال بأنه لا يساوي واحد من المعاصرين، هذا خطأ. ولما يقال في النووي أنه مشتغل بالحديث، إيه ده هذا تنقيص من قدر هذا العالم المحدث الفقيه.
يعني لو النووي هو اللي منشغل بالحديث، مين المحدث عندنا في عصرنا؟ ما الذي يحدث هذا؟ أخي الكريم، أما رأيت المجموعة؟ أما رأيت الخلاصة لكتاب النووي وهو يتكلم تصحيحا وتضعيفا؟ أما رأيت النووي في ضبط الأسماء واللغات؟ ماذا تفعل؟ أخي لو قلت ذلك أنت مخطئ، ولا تقل هذا. ولو قال شيخي وسيدي الذي علمني الحديث أنه قال عنه أنه مشتغل بالحديث سأخطئه، أقول عالم حديث لأنه عالم في جانب من الجوانب، كفى شرح مسلم كفى. ولأن علم الحديث علوم، علم إسناد وعلم متن وعلم إسناد كثير، علم العلل طيب والشذوذ، علم الجرح والتعديل، علم الرجال الوفيات والأسماء وضبط المشكل منها، علوم كثيرة. فتقول مش منشغل؟ لا، مش محدث، لا هذا خطأ، هذا خطأ خطأ. فإن كان أخا محبوبا مناضلا عن السنة ينصح، فإنه أكيد يكون نبيلا فيسمع ينصح، وبعث له بذلك أقول إنا نحبك في الله، تراجع عما قلت عنه، لا يصح لك أن تقول ذلك عنه. ما قالش خلاص، أكد منه ذلك، أنت بقى أكد منه ذلك، ارسل له وأكد منه ذلك، بس هذا أمر. هو أخونا الفاضل في هناك، من شوف ربنا يجعل في هذا الباب. أهو أبو عبد الله يقول أخونا الفاضل، إيه الأخ ده الشيخ ينافع عن عقيدة وهو من أفاضل الناس الحمد لله، نفع الله به الأمة الإسلامية. خلاص قلنا ذلك، قلنا هذا الباب. أهو شوف أهو الحويني أكد لي ما أكده فضيلة الشيخ مشهور، وهو جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للإمام النووي. ما أسعدنا بهذا، ما أسعدنا بهذا. نعم طيب، أنا سأبين السلف وفهم السلف، ونقول للخلف أين أنتم منه. من نووي الحفظ بن حجر من شيوخنا ومن أئمة الإسلام، وإن قلنا لهم أخطاء خطأناهم في الخطأ وأظهرناه، ودعونا الله أن يغمر في بحر إيش الحسنات. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود هنا والرفع لا يكون إلا إيه؟ إلا إلى علو، إلا إلى علو، وده إثبات العلو لله جل في علاه. وقوله تعالى: آمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تنزيل رب العالمين، منزل من ربك، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع على إله موسى، فرعون أعلم الأشاعرة، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، الملائكة والحديث: ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم. وقال للخارجي المخبول الذي قال له اعدل، قال: ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وأيضا عندما دعا النبي قال: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وحيث أنه يسعود والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. أنا لا أذكر الأسانيد، سأذكر كلام السلف وأنتم ترجعون للأصول اعتقاد السنة والجماعة، احنا شرحناه وصلنا لابن أبي عاصم في هذا الباب، ترجعون للأسانيد. سنتكلم عن السلف وما قالوا. يعني جاء رجل حميد بن ثور وافد على بعض بني أمية، حميد بن ثور وافد على بعض بني أمية، فقيل: ما جاء بك؟ فقال: أتاك بي الله الذي فوق عرش. طبعا كان الأولى في هذا الباب نقدم بالصحابة، وده الصحيح أن عمر الخطاب قال: هذا الذي سمع الله قولها شكايتها من فوق سبع سماوات. نعم أعتذر إليكم. ابن عباس اللي دخل على عائشة وقال لها: أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي تموت قال ابن عباس: كنت أحب النساء النبي إلى النبي، ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل براءتك من فوق سبع سماوات. أخرجها الدارمي أيضا في الرد على الجهمية بسند الحسن.
وفي قوله تعالى ثم لأتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال لم يستطع أن يقول من فوقهم، كلام ابن عباس، وهذا تكلم فيه بعض العلماء، تكلم فيه بعض العلماء، وهذا رواه الكافي في شرح أصول السنة بسند صحيح. ابن عباس قال ذلك، قال لم يقل فوقهم لأن الله فوقهم. وزينب هي التي قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق، من فوق سبع سماوات. كل ذلك الآيات التي جاءت كلهم يثبتون الصحابة علو الله جل وعلا. تعالوا بقى انتم، لا خلا من الزمان خلا من المكان خلا، والجنون والجنون في رؤوسكم يلعب بكم وانتم تتكلمون كلاما، المجانين المجانين يتضحكون من كلامكم، المجانين يتضحكون من كلامكم. ثم بعد ذلك يجنون على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الحديث الإشارة بالإصبع يقطع الإصبع لتشير للسماء، ويقولون حديث مسلم حديث ضعيف، تبا للهوى المحرك لأمثالكم. قال ابن مسعود العرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه من أعمالكم من شيء، وده طبعا في قول كل يوم هو في شأن قال أرفع أقواما وأخذ آخرين، ثم قال والله فوق العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. مر ابن عمر على راع يرعى الغنم فقال هل من جزرة، فقال ليس هاهنا ربها، ربها إيه؟ صاحبها يعني، ليس هاهنا ربها. فقال ابن عمر تقول له أكلها الذئب، يعني اكذب يعطيها لي وقل له أكلها الذئب، تقول لها أكلها الذئب، بيختبره ابن عمر ما أمره للكذب، أنت فاهمين؟ فقال قل أكلها الذئب، قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله، فقال ابن عمر شوف مين اللي قال له فأين الله، العبد الراعي أفضل من الأشاعرة، العبد الراعي أفضل من الأشاعرة، ده الشيطان أفضل من الأشاعرة، الشيطان نفسه أفضل من الأشاعرة لأنه يقر بعلو الله جل وعلا. فقال أين ربها، فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله، فاشترى الراعي والغنم وأعتقه وأعطاه الغنم. شوف انظر صدق الرجل، انظر صدق الفطر، عقيدة صحيحة أتت له بالغنم وبالعتق، عقيدة صحيحة ثمرتها أتت له بالغنم وبالعتق. نعم. ومسروق، تعرفون من مسروق؟ أبو عائشة، هو من المحارم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها ياخذ منها الحديث. قال حدث عن عائشه، قال حدثتني، اذا حدث عن عائشه في المحافل يقول حدثتني الصديقه بنت الصديق، حدثتني الصديقه بنت الصديق حبيبه وحبيب الله المبرأه من فوق سبع سماوات، وده ايضا في العلو للذهبي. وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى لو سئلت أين الله لقلت في السماء. نعم. وقال عالم خراسان مقاتل ابن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال وهو على عرشي وعلمه معه. ابن كثير فسر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال إيش؟ هو على عرشه ومعكم بعلمه، هو على عرشه ومعكم بعلمه. وقال أبو حنيفة ده كلام صواعق يزلزل كل الحنفية، كل الأشاعرة الحنفية يزلزلهم، الناس دول ما أدري محتالون مجنونون غبيون، هذا إمامكم أهو ثلاث أرباع شرق آسيا أحناف. أبو حنيفة وش يقول؟ يقول من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وهم بيقولوا في كل مكان طبعا بيخافوا يقولوا في كل مكان، ليه؟ عشان تقول له طب حلف كذا وحلف كذا فيقول لك خرجونا من السلفين هؤلاء الملعين. طيب فيقولون لا 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 حد له ولا مكان ولا زمان بالكلام المجانين اللي بيقولوه، وفي نهاية الأمر ثمرته ايه؟ في كل مكان، في كل مكان. فهنا أبو حنيفة سيد الأشاعرة في جنوب شرق آسيا، اسمعوا إمامكم يقول أبو حنيفة، نعم، من قال لا أعرف
ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر. ده لو أثبت عرشا وما قال إن العرش فوق الخلق لا كفر. ليه كفر؟ لأنه بيكذب. طبعا هنا لا يسقط على العين، احنا قلنا القول قول كفر، لكن لا يمكن أن يطبق القول أو الحكم إلا بإيه؟ إلا بتوفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. قال عالم، وده طبعا كان في اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم والعلو الذهبي، وأيضا العلو ابن قدامة قد نقل عنه ذلك، وشارح الطحاوية ابن أبي العز. قال عالم الشام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وصححه الإمام الذهبي. وعن الثوري قال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: هو على العرش وعلمه في إيش؟ في كل مكان. أو قال: علمه في كل مكان. أخرجه الذهبي أيضا بإسناد حسن أو بإسناد صحيح. وطبعا مالك لما سئل عن العرش احنا تكلمنا فيه كثيرا في أصول المالكية. حماد بن زيد، حماد بن زيد وما أدراك ما حماد بن زيد، بوزن شعبة. حماد بن زيد يعني إنما قال: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، بيتكلم على الجهمية وأفرخهم طبعا المعتزلة والأشاعرة. قال: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، وطبعا ثبت بالدليل أن الله في السماء. شيخ الإسلام بن المبارك قال: علي بن حسن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: كيف تعرف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. أخرج الدرمي في الرد على الجهمية. وأيضا ابن جرير الضبي، الإمام جرير بن عبد الحميد الضبي الثقة الثابت الأمين، كان رحمه الله تعالى يقول عن كلام الجهمية: أوله عسل وآخره سم. أوله يريدون التنزيه، تنزيه على الله. أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. أخرجه الذهبي أيضا في العلوم. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال بأن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى تكليما وأن يكون الله على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت الأعناق. ضربت الأعناق إيش يا حبيبي؟ ردة، ردة، كفروا، كفروا لما نفوا بأن الله فوق السماء. هذا كله من الأئمة الكرام. الإمام الشافعي قال رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها من أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل ابن عيينة ومالك وغير هؤلاء الفحول، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف ما شاء. وصية الإمام الشافعي صفحة 53. وقال أيضا في الآخرة: ينظر إليه المؤمنين أعيانا جهارا ويسمعون كلامه وأنه فوق العرش. هناك أيضا كثير من النقل يأتي بإذن الله في الدرس القادم، لو في أي شيء من ذلك فليتفضلوا. لا لا، بيقول ليت الأشعرة يفهمون، صدعوا رؤوسنا بسوء الفهم. ده هم بقى قلت لك يضحك من كلامهم المجانين. لو قلت لرجل تحامق لا يستطيع أن يصل إلى حمق مثل هذا الحمق بهذا القول. وهم ينتقصون من قدر الله جل في علاه ويصفون الله بالنقص. حماد بن سلمة يا حبيبي، وحماد بن سلمة قال فيه العلماء: إن وجدت أحدا يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لما؟ لأنه كان شديد على الجهمية والمعتزلة. هل أكون في حل إن فوضت الكيف؟ نعم، تكون في حل إن فوضت الكيف وعلمت المعنى، ولا تكون في حل عند ربك إن فوضت الكيف والمعنى. بلى بلى أمينة، ونحن قلنا ذلك، قلنا فرق بين النوع والعين، وقلنا هذا القول قول كفر، لكن القائل لا، التأويل والجهل والإكراه كل هذه أعذار. طيب لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.